استعراض مباريات اليوم، بنتكلم طبعا في استكمال مباريات دوري ابطال اوروبا. امبارح كان في حوالي 8 مباريات 35 هدف بمعدل اكتر من 4 اهداف في كل مباراه. النهارده بنستكمل باقي المباريات. الساعه 7 الا ربع في مباراتين، برشلونه هيستضيف دينامو كييف، وايضا الساعه 7 الا ربع ريد بول سالسبورغ هيستضيف فولفسبورغ الالماني. الساعه 9 6 مباريات في توقيت واحد، بنفيكا سيستضيف بايرن ميونخ، ويانج بويز سيستضيف فياريال، مانشستر يونايتد يستضيف اتلانتا، تشيلسي يستضيف مالامو، زينت سان بطرسبرغ سيستضيف يوفنتوس، وليل سيستضيف اشبيليه. الدوري الاوروبي يمكن في هذه اللحظات في مباراه مقامه في هذه الفتره، سبارتاك موسكو متقدم على ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء. طبعا الدوريات الاوروبيه ودوري الابطال المباريات ممتعه ومثيره. 35 هدف في 8 مباريات، معدل تهديف عالي جدا. مباراة بالأمس أتلتيكو مدريد وليفربول، وفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتسع نقاط في دوري أبطال أوروبا في المجموعة. نتائج ولا أروع، نتائج مميزة جدا.